السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بالف خير وتكونوا كتوجدوا العيد الاضحى راهو على الابواب، تكونوا توجدوا له بكل طاقه وحيويه. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه وطول العمر، والله يرزقنا جميع من حيث لا نحتسب. وقبل ما نبدا هذا الفيديو جديده، بغيت نقول الحمد لله البنات، واخيرا تفعلت لي القناه وفرحتي لا توصف، وبغيت نشاركها معكم طبعا. وكنبغي نوجه الشكر الجزيل لكل شخص دعمني بالقليل او بالكثير، وكنبغي نشكر ايضا الناس الجداد اللي عندي في القناه اللي مشتركين عندي جداد واللي كتخلي لي تعليقات رائعه واللي تدل على طيبه قلبهم، الله يجازيهم بالف خير. واليوم في هذا الفيديو جديده كيف ما تعودتوا الافاده، راكم كيما كتشوفوا راني في الطوبيس غادا ندير جوله في ثلاثه ديال المتاجر الكبرى اللي حنا الناس ديال كازا كنمشيو نتقداو منهم، خصوصا ملي كيكونوا هكا تخفيضات. غادي نمشيو للمرجان وديكاتلون وايل سي وايكيكي ديال عين السبع، وغادي نشارك معكم كل شيء واللي قدرت عليه نصوره، لان كيما كتعرفوا التصوير تياخذ وقت وكيكونوا الناس بزاف، و المهم راكم عارفين الظروف كيفاش كتكون. المهم كنتمنى هذا الشيء اللي غادي نصور لكم يعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. وما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم، واللي اول مره كيزور القناه ما تنساش الاشتراك في القناه ونكبروا العائله، ومرحبا والف مرحبا وفرجه ممتعه. شوفي انا البنات نزلت من الطوبيس، دابا حتى نوصلوا ان شاء الله ونبارطاجي معكم داكشي اللي غندير ان شاء الله كله. المهم نزلنا هنا نمشي زوين هنا صراحة الشجر. ها كنا هنا ياك هنا ياك دخلنا. المهم هادي عين السبع. تفكر صراحة الجردة، ديك الجردة نيت كنا جبنا الدراري لعبو فيها. بابا ما بغيتش ندير الكمامة صراحة، تمشينا الرياضة رجعت مننا صراحة. مع بدلوا البلاكة ديال الطوبيس كنا عوالين غير حطنا قريب، الساعة حطنا واحد المسافة، ولكن الحمد لله الطريق يعني كلها مضلة فيها الشجار فيها، يعني زوينة تتمشينا شي شوية مزيان. لا ما ديروا فينا خير. اجي عمر كيما قلت لكم الدنيا خاوية صراحة. المهم البنات بانوا لي هنايا المعينات زوينين صراحه، دايرين فيهم تخفيضات. هاد الطبيصلات هادو 59 درهم. المهم نصور لكم نظره شامله صراحه، عجبوني هادو زوينين صراحه، نوريكم شي كويسات انا باغا ناخذهم. المهم حتى هاد الطبيصلات زوينين عجبوني حتى هما. المهم حتى هاد البيضين ها هما راه في 19 درهم. مصطفى اجي ناخذ هاد الكويسات هادو. مانجا شفتيني؟ غزالين. غزالين اجي ناخذهم صراحه زوينين. اجي نختار ما بين هادو وهادو، كاينين هادو مصطفى وهادو، كاينين هادو بس شي وحده نحلها. هاي هي شوفو نختار ما بيناتهم، نشوف شكون صراحه خاصه اني كيسنت المناضه، واقيلا الاخرين احسن. المهم هذا وهذا عجبني، هذا انا هذا جي شكلو زوين هذا، شفتي؟ شوف انت قيل عجبني، ما عرفتش حرت هذا زوين، واقيلا زوين هذا ياك. دابا ناخذ هذا واقيلا شحال الثمن ديالهم؟ 39 درهم و90. ستة هنا ياك، نقدو ناخد جوج يمكن، 39 و90 هو الثمن ديالهم، عجبوني صراحة البنات. أنا مبلية بالمواعن، جاية باش نشري الحوايج، دابا غنولي ناخد المواعن. نقدر نشري جوج، نشوف فين هما اللي قلتي لي باقي كاينين وحدين أخرين، نشوفهم نمشي نشوف هادوك اللي ليها. المهم البنات ها هما الأخرين، نشوف هما حلولة هنايا بلا ما نرون حتى أنا. المهم ها هما، لا هادو كبار، هادو ديال الماء تا هما زوينين، شكلهم زوين صراحه فني، تا هما نفس الثمن. شو كانت 59 ولا 39 و90 زوينين، يعني حسيت بحال شي حاجه. مهرس واحد الكاس هنايا، شوفوا انت مهرس واحد الكاس.
ما شكون لي دقدقوا هاد دار لي هاد التهريسه هادي. شوف هادو نو هادو عندي بحالهم هادو ماشي. كنت خديت وحدين من الفا 55 وغزالين ديال الماء. المهم صراحه شحال من حاجه خاصاني وقيله ما بقيتش غناخذ ناخذ هاد جوج. هادو زوينين ياك هادو اللي بان لك انت زوينين. صافي غناخذ هاد جوج. المهم البنات كنحطوا هاد البلاطو هذا لكن انا ديجا عندي بلاطو كنخاف منهم صراحه يسطيو هادو. هادو اللي عجبوني هادو هادو عجبوني هادو هما الكبار. عرفت واقيلا ناخذ هاد الكبير والله ما عرفت ما محتاج يجي باش نشوف يجي راجلي باش نشوف. المهم نوريكم ربضات الاجواء ديال العيد الشوايات. صراحه بزاف الحوايج صراحه كلشي غزال المعنات شي صراحه حاجه تنسيك في حاجه. والحاجه اللي كتلقاي الثمن ديالها مناسب راه كتاخديها بحال دابا هاد الكويسات هادو ب 640 ريال الوحده يعني 32 مزيانه صراحه. عرفتوا البنات عجبوني هاد القراعي بزاف صراحه. ها هما فنين دايرين لهم هاد واخا هذا يقدر يعني ما يصدي ولا بان لي انا ماشي شي حاجه راكم عارفين هذا حتى هو ماشي شي حاجه راه يتغير لك كنظن انا يعني ما مجرباهمش ولكن شكلهم غزال. بالنسبه للثمن راهم دايرين الثمن 129 درهم جوج 129 درهم دايرين فيهم تما بروموسيون تما صراحه عجبوني صراحه ديكورهم زوين ولكن سخافي منهم والله ما عرفت واش ناخذهم ولا لا. بلاتي نجي نشوفهم. المهم البنات هانتوما شوفوا هنا كاين كويسات ديال اتاي هانتوما شوفوا هما شكلهم غزال ولكن راه كي عارف واش غادي يصبروا ولا لا الغسيل وهذا. المهم راه والله ما عرفت واش غادي يبان ليكم كنظن شو صراحه الثمن ديالهم زوين 59 درهم ولكن ما نعرف مزعمتش عليهم. شويات هادو زوينين بالنسبه للشويات راه دخل الستيل زوين اجواء ديال العيد صراحه غزاله حتى هادي. المهم البنات جيت لهنا باش نشوف صراحه ولدي انا ما كيصبروش لوستيكان ديال الكوتي قلت انا ناخذ الوقيله هذا مع حساب المدرسه كنا خدينا له داك العام من بيم ما صبرش له صراحه ما عرفش واش داكشي ما صحيحش ولا ولدي ما كيحافظش ولا والله ما عرفت. المهم هذا جاني زوين. شوفي يحيى هذا الكوتي ديالك في المدرسه زوين ما شوفي لداخل حليتي شفتي شي بواطات ولا شحال الثمن ديال هذا؟ ها ماشي مشكل عندها رويضة خسرة. المهم الثمن ديالهم 179 درهم. نعم في هاد البواطات هادو بالنسبة صراحة كاينين هادو هذا مزيان ولكن صراحه الاثمنه البنات مبالغ فيها اثمنه مبالغ فيها بحال هذا الكارطابل هذا ب 399 بزاف اوه. المهم البنات لقيت هاد البليغات هادو صراحه انا من عشاق الصناعه التقليديه والبليغات انا كيعجبوني بزاف ولكن عجبتني هادي ب 20 درهم ما عرفتش انا البلاغي ديالي ما كنفوتش فيهم 90 درهم. المهم راه زوينه كنا خد صراحه واحد البليغات من البلاد كيكونوا مصايبين ناضيين حتى من الفرشه كتكون عندهم هذاك الفرش هذاك الغشام اش كنقولوا له هاد الغشاء التحتاني كيكون حتى هو مصايب وكلشي والله حتى كناخذهم 80 درهم غزالين ان شاء الله الا مشيت نصورهم ليكم وتشوفوا بليغات من داك الشيو كيصبروا باقا عندي لدابا راه عام وانا عام ونص دابا وباقا مخيره مزيانه. المهم هما البليغات ما دايرينش فيهم صراحه شي تخفيض كيبان ليا. المهم التخفيضات انا نشوف اللي فيها التخفيضات اللي غنصور لكم نيسها. المهم البنات لقينا هاد لا خد نمره صغيره هانتوما شوفوا هاد زوينين ديال الرجال سبادريات ديال الرجال والثمن مناسب 159 درهم. لاحظوا حتى هادا دايرين فيها برومو هانت راه كانت ب 229 درهم زوينه صراحه عجبتني. غير هي شوف واش غتجيك خفيفه لا خفيفه زعما صراحه ماشي متخيلاش وشكلها غزال صراحه شكلها زوين عجبني اللون هذا كيعجبني اصلا. المهم ها هما الشكيلات اللي كاينين
كلهم ب 179 لا هادو 159 هادو اللي كتشوفوا هاد الخزيين هادو 179 لاحظتوا المهم هما شكيلات ولوينات كاين هاد الكونفرسات هادو صغيره وخذ الكبيره حيتي سبرديله حيتي خذ الكبيره قيس الكبيره ايوا صافي تبزش على راسك المهم راجلي ما بغاهاش ما ارتاحش ليها المهم هو ديال الوليدات 59 درهم اللي بغا يكسي وليداتو في هذا العيد هذه زويونا العمر شوف هذه 149 بالحق تنشوف ديكاتلون شوف ناخذ الوقيله من ديكاتلون حسن ياك ناخذ العمر من ديكاتلون حسن هذه شوف هذه لا سنة راجلي كاع ما كي ديكاتلون صراحه هي اللي فيها سبادريات زوينين نشوف انا شي حاجه هنايا ربما نلقى شي حاجه ليا ما عرفتش هذه واش مزيانه المهم خصني نقيس انا اجي شوف معايا اجي انا عزيزي عليا البلا والحاجه تكون مريحه ما تعجبنيش المنظر قد ما كيعجبني انا رجليا تبقى مرتاحه شوف هذه زوينه ها هو الكحل ولكن هذا البريو انا ما عجبنيش ما عنديش ماشي كنبغي شي حاجه سامبل انا نجي نمشي لديكاتلون حسين صراحه زوينه هادي ها انتم شوفوا ها انتم شوفوا كاين سنطلات زوينين صراحه بحال هذا الستيل هذا حتى هي زويونه من الاثمنه 39 29 درهم هادو هما الاثمنه كاين هادو ب 79 ما عرفتش علاش دايرين لهم 79 هادو شنو هو الفرق الله اعلم الا كنتو عارفين الفرق قولوا لي في لي كومونتير انا بان لي هادشي بحال هادشي ما كاينش شي فرق علاش ب 79 الله اعلم واش مصايبين بشي ماتيغ ماشي هي ولا ما فهمت والو المهم غندوزو لبلاصه اخرى لان صراحه ماشي هادشي علاش كنقلب هادشي ديال يعني اللبس اللي درجلينا راه نمشيو لديكاتلون بالنسبه للبنات اللي لان اللي تيكونوا قصارات في الطول وكيبغيو يلبسوا هكا العلو في الدار هكا سنيدلات زويونين صراحه ها هما الثمن ديالهم دابا البنات هانتوما شوفوا هنايا شوفوا هاد ما عرف شنو هما هادو فراشات شوفوا الثمن خيالي 399 درهم ولا التيسو ديالهم ماشي ما عرفتش هاد التيسو المهم غيكون سخون بالنسبه للاثمنه ديال الحويجات ديال الوليدات الصغار ماشي شي بروموسيون صراحه يعني بحال مثلا هاد الفيول هذا شوف انت 79 درهم ما عرفتش واش كاع الناس غيكون عندهم نفس الراي يعني ما كنظنش انه يستاهل زعما على التيسو ديالو ما نعرف باقي هادي دو بياس مزيانه للبنيات البنيات بعدا كتلقاو حويجاتهم حتى هذا فيه دو بياس ولكن العيان ما عجبنيش هذا ستيلو ما عجبنيش الستيل ديالو لا باقي واحد 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 التيشيرت اللي عجبني هذا زوين في الدار شحال الثمن ديال هذا الدار زوينه شحال الثمن البنات كاين هاد التيشيرتات هادو بالنسبه ل... يعني في الدار هكا يلبسوهم الوليدات المهم التيشيرت ديالهم عجبني قطن وحتى يعني اللوينات اللي كيبغيو الوليدات حتى الابيض الخضر الموف كاين هاد الموف حتى هو صراحه بغيت ناخذ راسي شي حاجه والثمن اللي مشجع يعني 19 درهم ها هو ها هو 19 درهم دايرين بروموسيون دايرين فيهم السولد وانا كنحماق على الصفر شوف هاد الصفر هذا لا بغيت زعما شي واحد كبير ليا صح ما لقيتش المهم هذا غير بغيت نصوره لكم وصافي انا ما غاديش ناخذ من عندهم لان ما لقيتش صراحه اللوينات اللي انا باغا تعرفوا حنايا ديما كنمشيو للرخاء المهم البنات حنا خارجين صراحه في حالنا ما صافي ما لقيتش صراحه شي حاجه اللي تعجبني البنات دابا انا راجلينا لديكاتلون جينا غير على رجلينا لان قريب المسافه قريبه بزاف جينا غير على رجلينا من مرجان ايوا دابا غادي نمشيو لديكاتلون المهم راكم عارفين كيشدوا النوبه واقيله ايوا اش غنقول لكم المهم غادي نصبروا حتى ندخلوا نشوفوا شنو كاين تما ثاني نصور لكم شنو كاين اذا بقاو معايا دخلنا من بعد صراحه انتظار يعني كنا شادين الصف المهم دابا دخلنا باش نشوفوا صح المهم البنات تهدي 42 المهم البنات لقينا هاد السنيدلات هادو شفتوهم ديال الرجال
99 درهم ها هو الثمن، هما اللي دايرين لهم لانونس فوق على برا. ايما نشوف الا ياخذ الا جاتهم مزيانه، هي مريحه صراحه. المهم الا خدها راه غادي نبارطاجيها معكم. هذه عجبتني ولكن ما لقيتش صراحة، أنا كنبغي لأن فت كنلبس أنا 37 ولكن ما جاتنيش الأولى اللي كنت خديت من هنا صراحة، كنمشي بها بزاف كضرني. فأنت هذه ما صراحة جات 39 جاتني كبيرة، و 37 جاتني يعني حتى هي غدير لي نفس المشكل ديال الأولى. المهم أنا نقلب على 38. المهم غزالين زوينين عجبوني، ستيلهم زوين. هانت نقرب لكم باش تشوفوا. المهم 37 اللي قيستها هي خفيفه صراحه وزوينه هي صراحه. كون لقيت 38 كون خديتها. بالنسبه للثمن ها هو 249 درهم هي هذه. المهم غادي نشوف ربما لقى 38 ونوريها لكم. لقيت هذه هانتوما شوفوا حتى هي زوينه صراحه، ستيلها زوين شفتوها. المهم انا غادي نشوف الا لقيت 38 ولا صراحه ما كرهتش نلقاها في الكحل. المهم الثمن ديالها حتى هي واقيلا 209 ولا 249 درهم، حتى هي 249 درهم. المهم انا غادي نحاول نقلب نشوف داكشي اللي كتبغي كيعزلو الناس يعني صافي. المهم حتى هذه مزيانه خصني نلقاها في 38 انا راه عجبتني هذه. المهم انا غادي نشوف. عارفين ديكاتلون يعني كتكون فيها غير هذا غير الحوايج السبور. بالنسبه للبنات اللي باغيين هاد 49 درهم هاد السنيطلات هادو ديال الصبيعات هادو صراحه مريحين البنات. المهم هادو راه دايرين فيهم 49 درهم هو الثمن هو هذا. ها هما الشكيلات بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هادو اللي كيمشيو للبحر وهذا، هما هادو اللوينات اللي فيها. بالنسبه للبنات يعني الامهات اللي كيبغيو ياخذوا لوليداتهم اللي كعطاب صراحه صبارين رائعين. انا كنت خديت لولدي وحده، المهم هذه اللي خديت لولدي بحال هذه اللي خديت لولدي بحال ب 99 درهم. عندهم اللي كعطاب صراحه كيصبروا 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 رائعين. المهم راجلي راه لقى واحد الصنيطله عاوتاني زوينه هذه صراحه. كون قيستي هذه وقيله هذه حسن ها هذه تجمع الرجل هذه. قيسها قيسها ونشوفوا كيفاش تجي زوينه. هي نفس الثمن 99 درهم 179 وراه تكون شي حاجه مزيانه. المهم هذه زوينه هي 179 درهم. المهم نقيسها ونشوفوا كيما نبدلوا الاخرى. المهم البنات البنات حنا خرجنا من ديكاتلون. المهم تقضينا خديت كيما قلت لكم ديك السبرديله، راجلي خدا ديك السنيدله صافي والكارطابل، هذا الشيء اللي خدينا صراحه من ديكاتلون. ودابا البنات دخلنا لال سي واي كيكي. من بعد انتظار صراحه شدينا النوبه حتى حنايا مع الزبناء اللي في على برا كيكونوا على برا يعني المعقم الكمامات مسافه الامان بين كل زبون وزبون. واخيرا دخلنا. دابا غندير لكم جوله خفيفه لداخل باش تشوفوا السلعه اللي كاينه والاثمنه واي حاجه درتها اولا اي حاجه كنت يعني عجباني وكنت باغا ناخذها راني غادي نبارطاجي معكم يعني بالتفاصيل الاثمنه وكل شيء اي حاجه قدرت يعني قدر المستطاع نصور لكم. راني غادي نصور لكم كيف ما كتعرفوا كيكونوا الناس لداخل كتكون صعوبه في التصوير. المهم اللي قدرت عليه راني غادي نبارطاجيه معكم وكنتمنى لكم فرجه ممتعه ونخليكم هنا تكملوا لا فيديو الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
ملي وقفنا هنا الراجل بغى ياخذ كاسكيطات. انا عجبتني هادي ديال الشيء هنا 39 درهم 59 درهم كحلا هادي. شوفي دابا الرخص تاعي. يلا انا غنشوف.